هنتكلم دلوقتي عن الفوليومتريك ميثود. الفوليومتريك ميثود زي ما قلنا دي unconventional ميثود. الكيسز اللي بنستخدمها فيها، انتوا قبل كده استخدمتوا فوليومتريك ميثود يا شباب؟ لا، انا استخدمت بول هيدنج بس، لكن بول هيدنج فوليومتريك مش كان استخدمت. ايه؟ كان في ويل انترفنشن ولا حاجات عاديه دريلنج؟ لا، ده كان ويل اوريدي موجود، واحنا بنحاول نعمل له ورك اوفرز، كان شغال بحر. تمام. كان اتش تو اس ولا كان ايه؟ لا، كان فلويد عادي، كان زيت، يعني كان خدت كيك زيت وعملت ورفعت بول هيد. بريشر على الكيسنج، على الانولس، يعني بتضخ ايوه بتضخ عدد معين من البارلز، تمام، تمام. عشان تعمل بول هيدنج من على الانلوس، وبعد كده بتضخ عدد تاني معين على الدريل سترينج عشان تعمل كيدنج من بول هيدنج من اللي في السترينج يعني انت بتعمل بول هيدنج من ناحيتين؟ من ناحيتين. والناحيه بتاعت السترينج كانت عندي مشكله ان السب سيرفيس سيفتي فالف كان فيه مشكله، كان البريشر بيطلع معايا لغايه 3000 ونص وما كملناش، وانا طالع التريب خدت كيك رحت قافل، تمام. عملنا بقى سيركوليشن، عملنا ووت اند ويت ميثود. ويت اند ويت. واي بس البول هيدنج اعتقد ان احنا بنضخ من الدريل سترينج بس او من الانيولاس بس، مش محتاجين الاثنين، نضخ من هنا ونضخ من هنا يعني. لا، هندسه، لو انت بتنتج من البير، تمام. الانالوز بيبقى فيه زيت والدير سترينج بيبقى فيه زيت، حلو. فانا بحتاج ادخ من السايد اوتلت بتاع الويل هيد. مش انت اصلا عندك في بكر في الموضوع؟ لا، مفيش بكره انت هندسه. ما كانش عندك حاجه اصلا. انت لا، في لسه في دريلنج. اوكي، انا كنت بتكلم على الثانيه في الكومبليشن اوبريشن او البرودكشن العادي. اوكي. لكن فوليومتريك ما استخدموش فوليومتريك خالص. خالص لدرجه ان باشمهندس، انا مش فاهمها يعني. باشمهندس مصطفى، استخدمته فوليومتريك قبل كده؟ انا كنت في شغل، انا متربي في شغل يعني، وانت قيس يعني استخدمتها قبل كده فوليومتري. خير من الله. طب ايه كان ايه السيتويشن اللي خلاك تستخدم فوليومتري؟ اللي كان عندنا كل الانيولاس، فاضطروا انه يستخدمون الفوليومتري كده. كان عندك ايه في الانيولاس؟ بريشر. بريشر. فاستخدمت يعني ايه كان عندي بريشر في الانيولاس؟ كان عندنا بريشر بالانيولوس بواحد من ابار مجنون. يعني انت خدت انفلوكس اوريدي، ففي عندك بريشر في الانيولوس. نعم. طب ايه بقى المشكله اللي خليتك ليه ما استخدمتش مثلا طريقه عاديه زي دريلر او ويت اند وي؟ والله يا جان شلمبرجر، لكن مثلا العفو، انت شلمبرجر مثلا دخلت كانت شغل. البايب بتاعتك كانت اون بوتوم تايب ولا اوف بوتوم؟ لا حبيبي، هم ربطوا على الول هيد، ومن الول هيد فوليمتريك سووه. اوكي، تمام. هو عموما الفوليومتريك ميثود ليها كيسز كتير، من ضمنها ان انت تكون البايب بتاعتك اوف بوتوم، ما انتش تحت، انت اوف بوتوم، كنت بتعمل مثلا تريب اوت او كده، بقيت في مكان بعيد خالص عن الانفلوكس، ما انتش قادر تعمل عمليه ان انت تعمل ستريبنج اوبريشن، او لو انت اصلا بره البير خالص، او لو انت حصل عندك ان الدريل سترنج او البيت حصل فيها بلوجنج، لو الدريل سترنج اوت من الهول زي ما قلنا، لو حصل وشوت في الدريل سترنج، او لو الدريل سترنج بتاعك قط ووقع في البير، او لو حصل عندك ايكوبمنت فيلير زي البامبس والموتور. طب ايه هي بقى الفوليومتريك ميثود دي؟ ان انت بتقلاو للجهاز بتاعك ان هو يكسباند للسيرفيس عن طريق ان انت بتبليد سم اماونت من المد، وتسمح للجهاز ان هو يكسباند في البير بتاعك، وتتنيك على الموضوع دوت من خلال اللي تشوك انت بتحافظ على البوتوم هول بريشر بتاعك ان هو ما ينزلش، فبيبقى از مينيمم بتاعه ايكوال للفورميشن بريشر عشان ما تخش سكندري انفلوكس. بتتنيك تعمل الموضوع دوت ان انت تفتح سكه للغاز علشان يفتح، علشان يطلع يحصل له اكسبانشن، وفي نفس الوقت الكيسنج بريشر بتاعتك بتزيد علشان تعوض الريدكشن في الهيدروستاتيك بريشر دوت، عشان تكيب البوتوم هول بريشر بتاعك كونستانت او نيرلي كونستانت للبوتوم
او الفورميشن بريشر بتاعته. وانس ان الغاز او هو دايما بيبقى غاز يعني، وانس ان الغاز بتاعك دوت حصل له اكسبانشن ووصل للسيرفس خلاص كده الجوب بتاعت الفوليومتريك ميثود انتهت، وانت هتروح بقى للخطوه الثانيه اللي هي اللوبريكيت اند بليد. يبقى احنا عندنا الفوليومتريك ميثود دي ان انت بتقلاه الجاز ان هو يكسباند عن طريق ان انت بتفتح له سكه من التشوك، فبالتالي تفتح له سكه يبدا الغاز يكسباند، الكيسنج بريشر بتاعتك تعلى عشان تعوض الاكسباند دوت. وده كله بيبقى بيزد على كالكوليشن معقده شويه، ان هو مثلا الموضوع بيبقى عباره عن 100 بي اس اي، بحاول ال 100 بي اس اي اللي انا ضايفها على البوتوم هول بريشر دي ابدا افتح التشوك بحيث ان الغاز يبدا يكسبان، ال 100 بي اس اي دي على ما تيجي تقع ببدا اقفل تاني بحيث ان الكيسنج تعلى، فتعوض ال 100 دي على البوتوم هول بريشر بتاعك وهكذا. التنيك تلعب في منطقه ب 100 بي اس اي عن طريق ان انت تفتح تشوك تبليد تقفل شويه بحيث ان الكيسنج تعلى وتعوض لك ال 100 الناقصه دي. وده كله الاوبريشن دي كلها طبعا انت بتعملها وانت بعيد عن المسبح عشان ما تكسرش الفورميشن. فالموضوع ليه كالكوليشنز خاصه ومعقده شويه، بيكون اللي بيعملها الشركات الدريلنج تيم يبعت لك السيكونس بتاع الاوبريشن اللي هتمشي بيه على الفوليومتريك ميثود. فوانس ان الجاز بتاعك وصل لك للسيرفس في الحاله دي الفوليومتريك ميثود خلصت، ويجي الدور للخطوه اللي بعد كده اللي هي اللوبريكيت اند بليد. اللوبريكيت اند بليد دي عباره عن كلوزد لوب زي ما احنا شايفين او كلوزد سايكل، ببدا اضخ كل مض من البير من الكيل لاين بتاعي جوه البير. طبعا الكيل مض دوت بيعمل عمليه سيجريجيشن كده، بيخش ويتخلخل او بنتريشن للغاز اللي هو موجود اللون الاصفر دوت وينزل تحت، وبعد كده افتح التشوك شويه، هو بياخد له تقريبا 5 دقايق عشان ينزل، افتح التشوك شويه افند غاز واعوض عن طريق الكيل لاين ان انا اضخ نفس الكلام كيل مض. يبقى كل فرق عوض شويه اوريجينال مود ولا كل مود؟ بتعوض بكل مود من الكيل لاين بتاعك، انت بتقتل البير لان انت اصلا اندر بالانس، صح، فاحنا عايزين نقتل البير، فعشان كده بتتنيك كل شويه تضخ من الكيل لاين كيل مود وتفتح التشوك بتاعك وتعمل عمليه البليدنج للغاز الموجود لحد ما تقتل البير بتاعك خالص. نيجي بعد كده للبول هيدنج اللي احنا كنا بنتكلم عليها. البول هيدنج دي عباره عن ميثود انت بتبامب انتو الشاتن ويل بتاعك، البير بتاعي مقفول، علشان افورس الفورميشن فلويد دي ان هي ترجع لي تاني للبورس ميديوم بتاعي. واسبيشالي بنطبق الطريقه دي في حاله ان احنا بنتعامل مع الويل انترفنشن جوبز ونكون خايفين من غاز ال H2S، الغاز اللي هو توكسيك قوي دوت، فبنضطر ان احنا نبامب من الدريل سترين. و مثلا زي ما هيثم كان بيقول ان هما في الدريلنج اوبريشن بنقتل من الانيولا سايد وبنقتل من الدريل سترينج سايد، لكن في الويل انترفنشن جوبز او في الكومبليشن اوبريشن انا عندي باكر اصلا فعامله لي زونال ايزوليشن بتوين الاوبن هول فورميشن اللي انا بنتج منها او البرفوريتد اريا اللي انا بنتج منها والتوب بتاع الانيلوس، فبالتالي عندي الطريق الوحيد او السكه الوحيده هي عباره عن الطريق بتاع الدريل بايب، فببدا ابامب الكباستي بتاعت الدريل بايب بحيث ان هو يرجع لي تاني الفلويدز او الغازات اللي هي دخلت لي من الفورميشن انتو البوروس ميديوم بتاعه. دلوقتي هندسه اتفضل. انا عندي اوبن هول تمام وعايز اعمل لها بول هيدنج، تمام، هو انا مش ممكن اكسر؟ مش ممكن تكسر. ها انت الموضوع مش بيمشي كده بالحب ان انا ببامب وخلاص، انا كل الحسابات معايا. انا عندي المسب بس انا هدخل الفلويد جوه الفورميشن ازاي غير لما يكون البريشر اعلى بكتير من الفورميشن؟ انا دلوقتي عندي البورس ميديوم بتاع الفورميشن اللي هي ادتني فلويد دي ليها ايه؟ ليها بورس بيز. حلو؟ فانت دلوقتي بتبامب عليها من فوق ببريشر، البريشر دوت بيكون سلايتلي جريتر ذان الفراكشر بريشر بتاعك. سلايتلي يعني حاجه كده بسيطه، مش اللي هو يعمل لي الانديوز فراكشر الكبيره، لا ده الموضوع بيبقى كله بيزد على كالكوليشن بحيث ان البوتوم هول بريشر يبقى سلايتلي جريتر ذان الفورميشن بريشر بحاجه بسيطه. فالموضوع دوت او البريشر دوت يخلي لي الفورميشن فلويد يا دوبك ترجع تاني لمكانها. تمام.
اوكي يعني انا بوصل لاعلى من فراكشر بريشر بس بقيمه صغيره. بالظبط سلايتلي جريتر يعني يا دوبك كده. تمام. هنشوف دلوقتي كلام عنها. نفس الكلام ده هنا هنتكلم عن الستريبنج اوبريشن، نفس الكلام اللي انا بقول لك عليه ده هنشوفه في البالوني. هتلاقي نفس الفكره بتاعت حته سلايتلي جريتر زين الفورميشن بريشر دي. فهنا الستريبنج اوبريشن هتكلم عليه في الايكوبمنت برضو بكره ان شاء الله، بس كاز از اوبريشن يعني انت بتحاول ترون البايب بتاعتك انتو اشات ان ويل تو ويت الدريل سترنج بتاعك بلو الانفلوكس عشان تعمل عمليه سيركيليشن اوت للانفلوكس دوت من البير. فاول حاجه انستول الفول اوبننج سيفتي فالف ان اوبن بوزيشن، بعد كده تقفله تركب فوقه الاي بي او بي او الانسايد بلو اوت بريفنتر النون ريتيرن فالف بتاعنا، بيبقى ان اوبن بوزيشن تشيل منه اللوك سكرو فيبقى كلوز بوزيشن وترجع تفتح الدريل بايب سيفتي فالف او الفول اوبننج سيفتي فالف وتعمل عمليه الاستريبنج اوبريشن. الاستريبنج بتتم من خلال الانيولار تو الفيكس رام او من خلال فيكس رام تو فيكس رام، ما ينفعش اعملها من فاريبل بول رام لفيكس رام. كمان بتفل السترنج بتاعك افري ستاند من السيرفيس فوق وتعمل بليد اوف لكلوز اند ديسبليسمنت. الكيسنج بريشر بتاعتك بيحصل لها انكريزنج لما تنزل استريبنج بابل زي دي، بابل من الغاز. ليه؟ لان انا عندي الانفلوكس اهوت الهايت بتاعه حاجه صغيره، لكن لما بعمل جوه استريبنج فبالتالي الهايت بتاع الانفلوكس بتاعي بيعلى، فالكيسنج بريشر بتزيد عشان تعوض الريدكشن في الهيدروستاتيك دوت. نيجي اهوت للفورميشن برضه اول قبل ما اخش على على الانفلوكس. تمام. مش الفوليوم بيزيد، مش انا بحط ديسبليسمنت برضه كده كده كيسنج بريشر هيزيد معايا من غير ما المس الانفلوكس. قبل ما اخش على الانفلوكس الفوليوم، انهي فوليوم بقى اللي بيزيد؟ كبد اللي هو الميتال ديسبليسمنت. الميتال ديسبليسمنت انا دلوقتي قافل اللي تشك ونازل ستريبل. تمام. قبل ما اوصل للانفلكس خالص انا كده كده لازم افنك عشان خاطر اعوض الفوليوم، عشان اعمل بليد للفوليوم للميتال ديسبليسمنت اللي دخل جوه البير. مش الميتال بس، انا بعمل كلوز اند ديسبليسمنت. تمام. تمام. يبقى دوت برضو بيزيد، يبقى برضو الانالست الكيسنج بريشر بيزيد معايا قبل ما اخش على الانفلكس، مظبوط؟ انا مش واصلني فكرتك قوي. انا دلوقتي نازل بالسترنج بتاعي فيه فلويد فبعمل بليد اهوت كلوز اند ديسبليسمنت واحنا نازلين كده، فانت حلو. بتقول قبل ما اجي على الانفلوكس الكيسنج هتزيد. انا بقى لو ما عملتش بليد اوت لو ما انا كده بعملش يعني بليد اصلا، طب ما ده الكيسنج بريشر هيزيد هيديني معايا. اكيد هيزيد از ترابد بريشر طبعا. تمام. لكن احنا بنتكلم ان احنا هنا دخلنا جوه الانفلوكس فبالتالي الهايت بتاعه زاد فبالتالي الكيسنج زاد. لكن لو انا ما مش بعمل لو مش بعمل عمليه البليدنج ونازل بضيف بريشر على السيستم كله فبالتالي الكيسنج تزيد مني برضو لو انا مش بعمل البليد. زي الفل. نيجي بعد كده للفورميشن بالونينج. اهو الفورميشن بالونينج دي بتقول لك بيحصل امتى، ده اللي احنا بنقول عليها اهو يا هندسه. بص كده انا مثلا هنا ده وانا قافل لما بكون بشغل البامب فبيكون معايا اي بي ال فببقى سلايتلي جريتر ذان الفورميشن فتبدا الفلويد تخش لي جوه البور سبيس. دي بالظبط زي عمليه البول هيد. فهو لما يكون البوتوم هول بريشر بتاعك سلايتلي جريتر ذان الفراكشر اوبننج بريشر ديو تو الايفكت بتاع الاي بي ال، فبلاقي لو انا مشغل البامب بلاقي لوسز الفورميشن او الفلويد بتاع المط بتاعي بيخش جوه الفورميشن نتيجه ان انا بقيت اعلى سنه من الفورميشن نتيجه تاثير وجود الاي بي ال معايا. بس لما بوقف البامب بتاعتي بفقد الاي بي ال فبالتالي الفورميشن تديني فلويد تاني. ده تعريف البالوني losses while pump on and gain when pump is off. Flow return decrease with time. The bit gain بيساوي المط loss. دي كلها indication على الفورميشن بالونينج. First action بتاعك ايه في على طول البير؟ هتلاقي shot in drill pipe equal shot in casing pressure. طيب لو الاثنين مثلا بيساوي بعض بيساوي 100 بي اس اي نتيجه مثلا ان انا في horizontal section، في الحاله دي هنعمل bleed 50 باي 50 تاني من الدريل بايب ومن الكيسنج. لو انا عملت عمليه البليدنج البريشر ستاي كونستانت عند 50 بعد ما بلدت 50 يبقى ده بالونينج، فبالتالي انت محتاج
تبلد ال 50 وتسيركوليت بوتوم اب من خلال التشوب. لو لقيت ال 50 دي رجعت تاني لل 100 بي اس اي، في الحاله دي يبقى انت عندك كيك ومحتاج تبريبير تو كيل الويل. ده كده بالنسبه للفورميشن بالون. لو جينا بصينا هنا على الكيك توليرانس بتاعتنا، الكيك توليرانس يعني ايه يا شباب؟ يعني قد ايه كيك من الغاز ممكن اخدها جوه البير واعمل لها سيركوليت اوت بره البير من غير ما اكسر الفورميشن بتاعتي. فلو جينا شفنا الديفينيشن بتاعها، كيك توليرانس is the maximum kick volume for a given kick intensity at a given depth that can be successfully shot in and circulated without exceeding the weak point اللي هي الكيسنج شو بتاعتنا. يبقى الكيك توليرانس باختصار اللي هي سماحيه الانفلوكس بتاعي، قد ايه انفلوكس من الغاز اقدر اخده جوه البير اعمل له سيركيليشن اوت من البير من غير ما اكسر الويك بوينت اللي هي الكيسنج شو بتاعتي. طيب الكيك انتنستي بتاعتي ديت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الديفرنس بتوين الفورميشن بريشر اند البلاند مود ويت بتاعي. كل ما كان الفرق ما بينهم كبير، كل ما كان المود ويت بتاعي اكبر كتير من الفورميشن بريشر، في الحاله دي هلاقي ان الكيك فوليوم بتاعي ديكريز، ليه حجم قليل اقدر اسركله نتيجه ان في اوفر بالانس اوريدي موجود في البير. فلو جينا بصينا على الجراف ده عشان يوضحها، هنلاقي ان العلاقه عكسيه بين الكيك انتنستي والكيك فوليوم. كل ما كانت الكيك انتنستي كبيره، كل ما الاقي الكيك فوليوم اللي اقدر اسركله من البير قليل. يعني هنا مثلا لو جينا نقارن عن 6 من 10 هلاقيني باخد مثلا حوالي 5 برميل، بينما عند 3 من 10 نمشي مع الخط كروس هنا هلاقيني باخد تقريبا 12 برميل. يبقى في فرق رهيب ما بينهم. يبقى كل ما الكيك انتنستي الفرق بين البريشر بتاعك نتيجه المود ويت والفورميشن يزيد، كل ما يبقى معايا اوفر بالانس عالي، فيبقى بالتالي كيك قليله اقدر اسركلها اوت من البير عشان ما اكسرش الفورميشن. طب انا اقدر احدد الكيك انتنسيتي ازاي يا من تحضر الكيك انتنسيتي ازاي؟ من خلال ان هي اعرفها ازاي؟ ما احنا قلنا الكيك انتنسيتي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الفرق بين الماكسيمم فورميشن بور بريشر بتاعك اللي هو الفورميشن بريشر والبلاند مود ويت بتاعك. لو انت بالديزاين اصلا، انا مش عارف انت تعرفه ولا ايه، بس في الديزاين بتاع الكيسنج مثلا واحنا بنعمله بيكون عندنا في الخط بتاع المود ويت اللي انا بحفر فيه، الخط بتاع الفراكشر بريشر، وانا في الحاله دي بيبقى عندي السيفتي مارجن او الاوفر بالانس بتاعي اللي هو 200 بي اس اي او تقريبا نص بي بي جي. فانا بحاول ابقى في الاريا دي بحيث ان انا ما اروحش لحته الفراكشر واكسر الفورميشن. فاحنا هنا عندنا الكيك انتنسيتي هي عباره عن الفرق بين الفورميشن والمود ويت اللي هو اللي انت بتستخدمه اللي هو الهيدروستاتيك بريشر بتاعك. هو هنا بيحول الفورميشن بريشر انتو ايكويفالنت مود ويت ويشوف الفرق ما بينهم قد ايه. فلو جينا بصينا اهو، لو انت عندك كيك انتنستي بالبي بي جي، لو الفرق ما بينهم نص بي بي جي يعني حوالي 200 بي اس اي، هتلاقي ان انت تقدر تسركل حوالي 6 برميل 7 برميل. لكن لو الفرق ما بينهم مثلا اعلى، دخلنا في 7 من 10 يعني حوالي 300 بي اس اي، هتلاقي ان انت عندك برميل قليل، عدد برميل قليل من الكيك تقدر تسركلها بره البير. يبقى كل ما الكيك انتنستي، كل ما الفرق ما بينهم يزيد، كل ما الفوليوم اللي انت تقدر تسركله يقل. اوكي تمام. نيجي بعد كده هنا للتوب فورميشن او الشالو جاز فورميشن. دي من الحاجات الصعبه اللي احنا بنقابلها طبعا. وانت بتحفر التوب هول لازم تبقى اوير بان انت ممكن تاخد شالو جاز كيك. علشان كده في براكتسنج او جود براكتسنج للموضوع، ان انت تحفر دريل بايلوت هول، تبدا بدايمتر قليل بعد كده تبدا توسع، تستخدم الدايفرتر طبعا وده هنتكلم عليه في الايكوبمنت بارت، تكنترول الريت اوف بنتريشن. من اهم الاسباب اللي تخليك ما تاخدش شالو جاز ان انت تكنترول الريت اوف بنتريشن بتاعك عشان تو ماينمايز الكاتنج في الهول وما تعملش لود على الفورميشن بتاعتك. ويوز فلوت ان السرنج طبعا تو بريفنت اني باك فلو وتبامب اوت من الهول عشان ده كله يبقى معاك بريشر على الفورميشن عشان ما تاخدش منها انفلو. هنتكلم عن الدايفرتر والشالو جاز برضو في الايكوبمنت بارت بتاعنا. نيجي هنا للجاز هيدريت. الجاز هيدريت دي يا شباب عباره عن ايه؟ عباره عن شويه سوليدز
مش شويه سوليد، عباره عن حاجه زي الايس بلوكج او الايس سوليد، اكن كده حاجه اتكونت لي زي مكعبات من الثلج كده جوه الفلو لاين بتاعي جوه المواسير بتاعتي، فبتعمل لي بلوجنج بتديها لي، فبالتالي البريشرات تبدا ترفع مني. طب امتى يتكون لي الجاز هيدريت او الايس بلوكج دي؟ لو انا عندي الاربعه بارامترز دول موجودين مع بعض، لازم يكونوا موجودين مع بعض، لو واحد منهم مختفي خلاص ما يتكونليش جاز هيدريت. ايه هم بقى؟ يكون عندي هاي بريشر، لو تمبريتشر، يكون عندي الجاز ويكون عندي الووتر. تاني هاي بريشر، لو تمبريتشر، ووتر اند هيدروكربون جاز، الاربعه دول مع بعض يكونوا لي جاز هيدريت. شلت واحد منهم يبقى ما فيش جاز هيدريت هيتكون. نيجي نشوف لو انت تكون لك او لو انت عايز تبريفنت الجاز هيدريت من ان هو يتكون، شل لي حاجه من دول. يعني لو انت عندك ريلاتيف هاي بريشر حاول تقلله، عندك لو تمبريتشر حاول تعليها، او نضخ مواد كيميائيه نتكلم عليها، يبقى ريديوس البريشر اف بوسيبل، ريز التمبريتشر عن طريق الهيتنج او ان انت تعمل فلو للويل تخليه انتو برودكشن فيز، او ان انت تنجكت حاجات زي الميثانول او الجلاي. عشان كده في موست من السيرفيس ويل انترفنشن بريشر كنترول ايكوبمنت بنعمل لها تيست ب 50 50 او 60 40 من الووتر مع الجلايك. عشان ايه؟ عشان ابريفنت تكوين الجاز هيدريتس وامنع البلوجنج اللي ممكن يحصل في الفلو لاين بتاعي. اخر حاجه معانا في البي اند بي اللي هو الريج سيفتي دريل او الكرو تريننج، عندنا بيت دريل، تريب دريل، تشوك دريل، دايفرتر دريل، بي او بي. الدريلز دي بنعملها في الريك سايت بتاعنا علشان ننشور ان الكرو از افكتفلي ريكوجنايز اند ديل وذ ديفرنت سيتويشن. في البيت دريل مثلا واحنا شغالين دريلنج، تريب دريل واحنا بنعمل التريبنج عشان نتاكد ان الكرو بتاعنا ممكن يستخدم السيفتي فالف كويس، وعندنا التشوك دريل دي عشان ان الكرو بتاعك يبقى اندرستاند هاو التشوك رياكت ديورينج الكيلينج اوبريشن. تعملوا اتش تو اس دريل، وتعملوا الدريلز دي كلها هندسه، وبنعمل اتش تو اس كمان. واتش تو اس تضرب الارمات، تضرب الارمات وتروح على الماستر بوينت. اه اوكي، تعملوا ايه تاني من الدريلز؟ ما هو التريب دريل تمام، بس ما بنقفلش البي او بي. تمام، والدريلنج بس ما بنقفل، ما بنعملش دريلنج دريل لان احنا بنقفل البي او بي، فمش بنقفل البي او بي، بيخافوا من الستوب. اه والاتش تو اس دريل ده اساسي. كل قد ايه؟ كل اسبوع الاتش تو اس، كل اسبوع اتش تو اس. خدت كورس اتش تو اس ولا لسه؟ اه ده خدت 4 مرات. ما هو لازم ال H2S اصلا من اصعب الحاجات اللي ممكن تواجه اي حد اصلا شغال في الاويل فيلد، عشان العالي بتاع المخاطره عاليه فيه. حصل عندكم قبل كده ان في فعلا H2S ليكج او حاجه زي كده؟ لا لا، حتى انا كنت اشتغلت في السعوديه برضه ما حصلش. اه احنا حصل معانا هنا، العراق كلها H2S اصلا. ايه احنا 11000 لازم تقتل البير. اه احنا نسميه بالعراق البئر الاسود. البئر الاسود، هو البئر الاسود. طبعا بالمناسبه للضحك بالعراق، اذا عندنا 8 10 11 12 صحيح الشركات عندها رولز وكذا، بس خلينا نقول 50%. يلا حبيبي يا جاي من الويست بتكمل، كمل مالك علاقه. يعني بتتعامل مع الاتش تو اس عادي وانتم شغالين؟ لا يعني مو عادي، بس مثلا من يوصل 9 8 11 12 شغل مراوح والله كريم. والله يعني بتشتغل عادي 11 12 شغال؟ حبيبي في صيف العراق، انت زاير العراق لو لا؟ لا. حلو، صيف العراق، الاخ الثاني مشتغل بالسعوديه يعني شويه قريب على هاي الاجواء. آه. صيف العراق المد الصحيح الفريش اذا يبقى يومين مع الاجيتيتر احتمال يعطيك ايش توس. يعني في صيف العراق اتعودتوا خلاص على اتش تو اس؟ يعني مو تعودنا، بس هيك ارقام عادي يعني، شغل الفانات هذه الكبيره واشتغل، هاي جايت لك من الوسبت. يعني الالارمات عندكم متظبطه على كام؟ 15؟ والله الالارمات مظبطه يعني، لا
يعتمد على الفيلد. مثلا احنا شلمبرجر 10 بس هسه الفيلد الجاي نشتغل بيه 5. خمسة هو الطبيعي الافريج، ان انت تكون المينيمم بتاعك 5 والماكسيمم بتاعك 10، ما ينفعش يزيد عن ايوه كده، لان بس انت بعد بالفعل كده موت بالفعل هندسه. الويسبت بالعراق، الويسبت بالعراق على حرارة الجو اللي عندنا طبيعي تعطيك اتش تو اس يوصل تركيزه 8 9 10 12. اي بس ده في الاماكن بتاعت الاويل فيلد بس، ولا في المناطق العاديه برضو ممكن يكون فيها اتش تو اس؟ لا 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 بس الاويل فيلد. الاويل فيلد، هي الاويل فيلد عندكم اماكن بعيده برضو كده صحراء وكده، ولا ممكن في قريب من الكتل السكنيه والحاجات دي؟ لا لا فيها قريب في قريب.